بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد السادة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد يحسن بعد ما قدمناه في الحلقات الخمس الماضية أن نعود إلى تسليط الضوء على مظاهر وسطية الإسلام عقيدة وشريعة بشيء من التفصيل في العرض والاستدلال والرد على الاعتراضات ونبدا ببيان ذلك فيما يتعلق بشريعه الاسلام او تشريعات القران الكريم وهما اسمان مترادفان على معنى واحد هو الشريعه التي نزل بها القران الكريم ويجب ان نذكر منذ البدايه ان شريعه القران شيء وما نشأ عن تأملها وتدبرها من فقه ورأي واختلاف في الرأي شيء آخر، والشريعة هي التي نقصدها حين نقول إنها صالحة لكل زمان ومكان، وليس اجتهادات الفقهاء التي قد نحكم على بعضها بأنها كذلك، وعلى البعض الآخر بأنه مضى وانتهى بانتهاء عصره واوانه وايا ما كان الامر فان علماء الفقه وائمته العظام بعد ان استقرأوا احكام الشريعه وتكاليفها وقضاياها وجدوها تقوم على اسس ثلاثه الاساس الاول عدم الحرج ومعناه ان الله تعالى لا يكلف الناس الا بما هو في استطاعتهم وطاقتهم وميسور امورهم وانه لا يطلب منهم ما يسبب لهم عسرا او ارهاقا او مشقه غير عاديه يصعب تحملها وقد نص القران الكريم على هذه الخاصه في ايات كثيره منها قوله تعالى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر لا يكلف الله نفسا الا وسعها يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج الى ايات كثيره كما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تثبيت هذا المعنى في وعي امته في اكثر من حديث منها قوله صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا ومعنى سددوا افعلوا ما هو صواب دون افراط ولا تفريط ومعنى قاربوا إن لم تستطيعوا العمل على أكمل وجه فلا يصيبنكم الإحباط ولكن اعملوا ما يمكن أن يكون قريبا من المطلوب وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وما عرف عنه في السنة العملية من أنه كان يحب التخفيف واليسر على الناس وكان يقول بعثت بالحنيفية السمحة ومن خالف سنتي فليس مني والحنيفية هي دين إبراهيم عليه السلام وشريعته التي لا تشوبها شائبة حراف في الاعتقاد ومعنى السمحة البيضاء النقية التي لا حرج فيها ولا مشقة أي بعثت بشريعة واضحة سهلة فمن خالف طريقته صلى الله عليه وسلم بان شدد او عقد فليس من المتبعين له صلى الله عليه وسلم ولا من المنتسبين لما بعث به من الرفق واللين والتساهل مع الخلق. المشاهد الكريم تدلنا هذه النصوص الواضحه وضوح الشمس على ان جوهر الشريعه الاسلاميه ولبها هو اليسر والسماحه ورفع الحرج والمشقه. وان هذا الامر منصوص عليه نصا صريحا في القران الكريم والسنه المطهره ومن هنا وجب على كل من يخاطب الناس في اي امر من امور هذه الشريعه ان يراعي هذا المعنى الجوهري وان يعلم ان الامر ليس متروكا لكل من هب ودب ممن يشعرون بنشوه التشديد على الناس وتخويفهم وترويعهم ويتخذون من دون ذلك منهجا ثابتا في خطبهم ومواعظهم وفتواهم ويظنون انهم بذلك يقربون الناس الى الله تعالى ويردونهم الى دينه وشريعته غافلين او متغافلين ان هذا المنهج في الدعوه الى الله تعالى والذي يعرج على ساق واحده هي ساق الترهيب دون الساق الأخرى ساق الترغيب فيما عند الله من حسن الثواب ومن النعيم المقيم هذا المنهج وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه منهج فتنة ووصف دعاته بأنهم فتانون ومعنى الفتنة تنفير الناس من أداء التكاليف وتشجيعهم على الهروب من العبادة بسبب ما يقترفه هؤلاء الفتانون في دين الله سبحانه وتعالى يروي الامام البخاري في صحيحه ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه اماما فصلى بهم العشاء مره وقرا سوره البقره ومعلوم ان سوره البقره تستغرق اكثر من ساعه بحساب اليوم فقام رجل وانصرف من الصلاه وكان معاذا رضي الله عنه عاتب هذا الرجل وانبه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمعاذ فتان فتان فتان, فتان ثلاث مرات ثم امره بان يقرا بسورتين من اواسط المفصل وفي بعض الروايات قال له اقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى ونحوها وقد علل شراح الحديث صحه انصراف الرجل من الصلاه بان التخفيف في الصلاه حكم شرعي امر به النبي صلى الله عليه وسلم وان مخالفته بالتطويل معصيه ومخالفه العاصي جائزه فلا طاعه لامام يطيل في صلاته لان فعل هذا الامام معصيه ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا قال والله يا رسول الله اني لا اتاخر عن صلاه الغداء من اجل فلان مما يطيل بنا فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظه اشد غضبا منه يومئذ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان منكم منفرين فايكم ما صلى بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجه ولنا ان نتدبر هذه التشريعات النبويه الصريحه في ضوء ما درج عليه كثير ممن يؤمون الناس في صلواتهم ويطيلون القراءه ويترنمون فيها ويمعنون في التغني بها تقليدا لائمه اخرين وطلبا للذيوع والشهره وانتشار التسجيلات وان كثيرا من المصلين وراءهم لا يتحامل على نفسه مما به من ضعف او كبر او مرض شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.